حتى قداسة السبعة هم موجودين هناك. سبعة ونص. إيه. قداسة السبعة هم موجودين هناك. سبعة ونص. من أجل أن نملأ قلوبنا رحمة وصفاء ونتحقق نائس المسيحية ونتحقق الوحدة. This is not the culture of Iraqis and the nature of Iraqis. We have lived during centuries together in a respectful attitude and friendship. مع الأسف الشديد نلاحظ في هالآونة الأخيرة كثير من العوائل تهاجر وتغادر حتى القطر بسبب هالظروف الأمنية اللي يعني الإنسان يشعر بأن ما يقدر يعيش بهالبلد اللي هو بلده الأصلي اللي هو بينه كل الخيرات وبينه كل الحضارات. نتيجة هذه المخاطر لا يسع لهم في أداء كثير من المناسبات كإحياء القداس وحفلات الزواج وإلى غير من ذلك من المناسبات.